الميكا والعرب 78 على المكسيك، ثلاثة في المجموعات. وهناك أربعة أو خمسة فرق عربية خطيرة جدا، الكرة الطويلة ياخذ فيها الدقائق القادمة بدون قبول لاعب تونس. ضد الدنمارك السعودية ضد الأرجنتين، هو دوري بريسي والفوق عبد بنو بامتياز 60,000. يخسر الكرة المشتركة وتمشي كوسا الكرة المنتخب الإكوادوري فاول. ووصول السد من خلو بريسيادو هاد كرة طويلة من راوي السد وانتهى التعادل 1-1. إكوادور خطيرة مش يشوط كرة عالية تعادل على كل كالعادة خصوصي مرا. هنا يساند المنتخب القطري وهذا أولترا عربي على فكرة واحد بين المنتخب أكبر كان انظار كرة طويلة ضربة راس والهدف الثاني من فالنسيا فاخترك يا فالنسيا عبار البطولة كنت أتمنى أن أقول على عفيف لهم الإكوادور في مشاركتها لرفيف عبد الكريم عبد الكريم هي من الكومبول يتألق ويكون الحصان الأسود وأوتسايدر في البطولة عرفش يعمل وعارف إسماعيل جالندر شوف بالراس شوف ياخذوا في كل الكرات منتخب العنابي في شوطنا الأول منتخب قطر يدجج بالأنصار وفي أرضه إذا يتأخر الهدف الافتتاحي في 20 دقيقة 25 دقيقة يمسكونا من عوات طويلة ترتحل إلى كيتو عصيد من الأطراف فعيد يلعب الهاتريك والدفاع يتصدع الدفاع القطري من الراوي بس هذه الدقائق في هنا في ملعب البيت ثنائية يربح المنتخب العنابي خمسة دقائق نهاية أكرم الجول أكرم الجول فقط جنوب أفريقيا 2010 فشلوا في الصعود للسكند راوند على 21 بطولة أكثر من هكذا طويلة كرة على الطريق الإنجليزي العالي الكل لقد ضايع يتوقف 2-1 وكرة برا ممتازة كرة ممتازة جدا بعيدة قبل إكوادور التريكولور وفي فرق حاول يجري ويتعب المنتخب القطري بدنيا حضر مليح ماتشو كريم عبد الكريم على اليسار فكر فيها الدفاع يقطعها والخطأ في كرة تعود للعنابي عن طريق الهيدوس هيدوس ومرات ضاعت الكرة المعز علي قطع النظر من التسلل من عدمه أول مرة الضغط هي الأمل والأماني والطموح والرغبة في العودة وهي دفع الجمهور وهي دوافع إكوادور 38 في الصيا العبور يرجعوا له العراق والإمارات خسروا أول ماتش في المونديال ميدان ورهب العنابي أداء درجة كرة بالعقول انتصار في الثنائيات بعيد على فالنسيا هو كأس آسيا فوات فردية مؤثرة على الجماعي كرة خطيرة والدفاع يتصدع وللأتري كلا خمسة للبرازيل اثنين للأرجنتينا واثنين للأوروغواي هو البطل السيليستي المحاولة خطيرة والكرة فيها قريبة والكرة في الأخير تختار البعد وتختار الريمونتادا هذا ما أقرأه خطير والكرة قريبة والثلاثية فسخها سعد الشيب بامتياز برافو سعد سعد فسخ ثلاثية يرجع يفك الكرة نرجع الكرة من عفيف وفي خطأ في خطأ ورقة صفراء إنذار على الإكوادوري حط الكرة ظروف وتعب الظروف الشهير والخطير كوبيان لمحاولة استعادتها سهل الحارس ستخرى الحقيقة حط الدفاع والتماس وكرة من تنفيذ أكرم عفيف في 80 بالرأس ممتازه